الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت غرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمق وثبات العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مصر واليونان، وذلك خلال استقباله رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بمدينة العالمين الجديدة. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد التباحث حول الملفات الإقليمية، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية والقضية الليبية وملف الهجرة غير الشرعية. وأعرب رئيس السيسي عن التقدير لمواقف اليونان تجاه مصر سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الاتحاد الأوروبي، إلى جانب التعاون المثمر على صعيد آلية التعاون الثلاثي مع قبرص. وجدد الرئيس السيسي التهنئة على فوز الحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية اليونانية. من جانبه حرص رئيس الوزراء اليوناني على تقديم الشكر والتقدير إلى مصر لإرسالها طائرات للمساعدة في عملية إخماد حرائق الغابات في اليونان. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إن قواته تواجه قتالا صعبا في مواجهة القوات الروسية على طول خط الجبهة، مشددا على أن كييف تهيمن على الوضع رغم ذلك. وأضاف زيلنسكي أن القوات الروسية تحاول وقف قوات بلاده بكل ما أوتيت من قوة، مؤكدا أن القتال صعب في كل مكان. قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا بذلت منذ العام 2014 قصارى جهودها لمنع اندلاع الأزمة في أوكرانيا. وأوضح بيسكوف أن بلاده بذلت جهودا كبيرة للتوصل إلى تسوية سلمية لمشكلة دونباس وحماية حقوق سكانها بالطرق السياسية والدبلوماسية. وأشار إلى أن هذه الجهود التي تخللها العديد من المفاوضات الصعبة أثمرت بتوقيع اتفاقيات مينسك التي كانت دليلا على جهود روسيا الدبلوماسية الناجحة، حيث كان من شأن تنفيذها التدريجي في تلك اللحظة تجنب الحرب. أعلنت الأمم المتحدة أنها تواصل بذل الجهود لضمان استمرار تصدير الأغذية والأسمدة الروسية تنفيذا للبروتوكول الموقع ضمن صفقة تصدير الحبوب. وأشار نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق خلال مؤتمر صحفي إلى أنه ليس بوسعه الإعلان عن أي مشاورات موسعة بهذا الصدد، مضيفا أنه حتى الآن لا توجد أي لقاءات موسعة، وأن الأمم المتحدة تواصل بذل كل ما في وسعها من أجل الحفاظ على الصادرات. أصيب أكثر من 50 شخصا وأوقف نحو 100 في ستوكهولم بالسويد مع اندلاع اشتباكات في مهرجان إريتري مؤيد للحكومة. وذكرت الشرطة أن قواتها بقيت في موقع الحادث في إحدى ضواحي شمال غرب ستوكهولم، مضيفة أنها تواصل جهودها لإيقاف الأعمال الإجرامية واستعادة النظام. وأكدت الشرطة فتح تحقيق في أعمال شغب عنيفة وإجرام نيران، بالإضافة إلى عرقلة عمل الشرطة وخدمات الإنقاذ. قالت الشرطة في كوريا الجنوبية إن رجلا صدم بعض المرة بسيارته في بلدة سونغهام بالقرب من العاصمة سول، ثم ترجل منها وطعن عدة أشخاص، مما أسفر عن إصابة 14 شخصا في الواقعة. وذكرت الشرطة أنها ألقت القبض على منفذ الهجوم الذي وقع بالقرب من محطة سوهيون، وهي منطقة تبعد حوالي 20 كيلومترا عن سول. وجاءت الحادثة بعد أيام من حادثة طعن أخرى في كوريا الجنوبية أدت لمقتل شخص واحد وإصابة ثلاثة آخرين.